البنات تلاقيت مع اكبر متكبر تلاقيته في حياتي كوم باغازار دابا في المول. هو فوتبولور مغربي. اسمع اختي نقول لك واحد الحاجه، والله الا زياش لا عمرها دار زياش كيبغي ميمتو يا كيعرف مو الماتش هادشي اللي كيعرفو كوره. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم الاخوان غادي نشوفوا ديك اللعيبه اللي على بالي بالكم اللي فاش تلاقات زياش ودار لها احسن قمعه احسن شمس العشيه وعجبني الصراحه زياش. طلع ريد بيل، تحياتي لزياش. وشوف زياش راه خونا وحبيبنا وولد الشعب وفهمتي ولعايبي ناضي ومشرف المغرب في العالم وكنحبوه وكنموتو عليه. راه داكشي اللي بغات دير اللعيبه راه ما خدامش، راه بغات زعما تخلوضنا عليه وفهمتي كلشي نوضي يهضر عليه. ساعه نسيت بان زياش بعدا كيدير واحد الحاجه خارج ارض الوطن، مشرف المغرب، داير انجازات، الفراقي كيتخاطفوا عليه تبارك الله، ملاعبي عنده ما يقول وفريمو كيلعب بالروح ديالو في المنتخب، وراكم كتشوفوا كلشي على عينيكم الاخوان. عكس اللعيبه راه من احسن كوني سكتي اختي، من احسن كون من بعد ذلك بحال هكا كوني سكتي ما درتي والو، كانت القضيه غدو السلامات وداك صحاباتك اللي كانوا معك كانوا غيضحكوا وصافي ودو السلامات وحتى شي حد ما غادي يعيق، وانتي نتي درتي بحالك داك ما تحلف عليك هو والبنج زياش والبنج ويلي ويلي ويلي. المهم تحياتي زياش، عجبني هاد اللقطه هادي بيت زوين ماركه. اخوان تاعنا نكملوا الفيديو وما تنساوش اللايكات ديالكم. تحي شو انا قبل ما نبدا الفيديو باغي نسالي باش تعرفوني مقلوب هاد الصباح هذا. تحياتي الناس اللي كيديروا لايك قبل ما نبدا الفيديو، خلي بحال هكا راه بلا مونتاج انا سبونطاني معاكم. تحياتي لكم اللي كيديروا لايك قبل ما نبدا الفيديو، اللي كيتفرجوا اول مره ما ينساوش يتابوناو معنا في لاشين. سير الله اروح اللي قلت الطعام تاع الجزائر ماشي مليح، يا الطعام بالهمه والشان يا الحبيبه ويا الزينه ويا الغاليه، رواحي نوريك الطعام تاع الجزائر كي داير بالهمه والشان والروايح، راها توصل حتى من الدار للدار للدار. ما كايناش العطريه الاخوان، والله ما كاينه العطريه، خاص من مع العطريه حيت كتجي من المغرب، والله ما كاينه عطريه. قولوا لي الحاد قالت المغربيه الزوينه البقوس، واش كاينه اخواتي شي شي حس ديال العطريه هنايا؟ والله ما كاين بالله. داير بالهمه والشن والروايح، راها توصل حتى من الدار للدار للدار. هذا الطعام لا حول، خليني ندوز. لا دلت هنا يا خويا المغرب، هذه غنيه يا خويا. واش بغيتي؟ الفسخه عندكم عينان، عاش الفسخ مش عاش الملك. تكلم حركي حركي يداك الطرف، حركي يداك حركي يداك حشوم عليك. صافي ساليتي. طبعا ضحك 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 ضحك. دابا هذا هذا هوكي وهذا هوكي حتى هو، وبجبيهم هكاويين، وهذا بعدا كيبقى يدير راسو مغربي زعما. وهذوك اللي ناضوا داروا ديك الاغنيه اللي كتهضر عليها، هذوك مراهقين ما عندهم عقل براش فهمتي، كيلعبوا ما ربوا ما ادبهمش والديهم مزيان، صافي هادشي اللي كاين. حتى جاب هادي لا حول ولا باز، والله الا باز هاد الهكادو ما فهمناش. عندنا تراث غني 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 بزاف بزاف، حنا خير من الدول هذو اللي جيراننا كل، بس حنا ما بناش هما بان واش بينهم، هما خير منا فاهم، ما في خير منا حتى في حاجه. عندنا تراث غني 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 قال لك شتي، قال لك بصح هما بانوا حنا ما بناش، حنا عندنا واعرين لهم ولكن هما بانوا حنا ما بناش. غير هكاك الزهر الزهر واقيلا، عرفتي هذاك اللي فاش انت كتفوتو شي حاجه وكدير لاباس وكدير الصرف والفلاس وكدا واللامبورغيني تشيني عايش من برا وكيشوفك درتي فلوس كيقول لك اصدقات له، هو كاع صفق، هو ما كيدير والو، كيدير حتى شي حاجه هو في حياته، هو عنده ذاك النفخه الزايده، عرفتي ذاك النفخه ديال انا راني واعر ولكن باك صاحبي وما داونيش فهمتيني، ما داونيش البلاد فيها باك صاحبي، ومسكين ما داير حتى لعبه وما داير حتى القرايه، ما تفرش فيها، ما كي انفيستي، ما كيدير حتى لعبه في حياته، داو هو وانا ما داونيش البلاد، ما عطاتنيش. ها خاوتي الاذان، العيشه يصل العيشه ياذن بس روحي، العيشه ياذن الشعب ما دابزاح ليه.
خاوتي الأذان. الناس خصها تمشي تصلي نورمالمون كيأذن الأذان، خصها تمشي تصلي الناس ولا تمشي تتعشى وتنعس، هادشي اللي كنعرفو خصها دير. الناس باقية شادة الطوابير أصاحبي. هنا نتوقف قليلا. ما على بالكمش انتم خاوتنا في العالم العربي في الجزائر باللي الجدارمي باش يتزوج بمراه، المراه هذيك لازم يديروا معاها تحقيق في الكوميساريه باللي ما عندهاش سوابق عدليه، باللي باباها ما عندوش علاقه ماوش اسلامي. والله يا خاوتي كيما هاك الجدارمي لازم يديروا له مرته واش تنساهم تاع الجدارميه كامل انساهم، لازم يعديوا على الكونترول كسا يشوفوها باللي الماتريكيل مليح، يعريوها يشوفوها مليح، يعني مع بلي محلوله ماشي اسلاميه. ما لازمش تكون اسلاميه اللي عاد مسكره من تحت وعندها علاقه من الدين، ما يديهاش هذاك الكلال الجدارمي، ممنوع. النظام هو اللي يزوجك يا ربك، صدق ولا تصدق. اوكي حلف كاع ممكنش مرة الطاري غيجي ويكذب في القضيه هذه. مرة الطاري راه كيجيب الاخر، كيجيب داك الشيء ناضي صراحه. في الجزائر اقسم بالله اتحدى اكبر، اتحدى اي واحد يقول لي ما كانش منها. وخاوتي سقسيو، اقسم بالله اي جدارمي يحب يتزوج غير لازم مرته يديروا عليها لانكيت ويشوفوا لها الماتريكيل، لا عاد ماشي محلوله معناها اسلاميه وما يخليوهاش تتزوج بالجدارمي. الجدارمي كون ما تعودش مرته محلوله ما يديهاش، لازم تكون على الزعمه خاصه ما تكونش ضاربه الكيلومتراج كدا اللعيبات. والله الا هاد الهكيلك يا رب اقسم بالله. الحمد لله على المغرب، والله الا الحمد لله على المغرب. الحريه دير اللي بغيتي، ايش كيما بغيتي، ماكاش اللي يدخل فيك، تيري فلوسك فوق ما بغيتي، سير شري اللي بغيتي، شري شحال ما بغيتي، شحال كونتيتي اللي بغيتي. ما داير واحد الكونتيتي ما خصكش تفوتها مثلا في الحليب، كونتيتي ما خصكش تفوتها في القطاني، تمنى على هاد. لا الحمد لله، والله الا الحمد لله على المغرب بالله. السلام عليكم، مرحبا بكم يا بنات في قناة لي ندير الطبخ. شوفوا معايا البنات وصفة السفنج خضيرة، راهو عندي في القناة، ابوني وقناة مطبخ لي ندير، يلحقكم كل جديد. طريقة سهلة مهلة، شوف كيف شفت مع سر الانتفاخ تاعو، شوف مقرمش، شوف واش نقولكم واش نحكي لكم. قلنا ماشي هذا راه الا ضربت له شي عضة هاد الشيء هذا، ما عرفتش شنو هو السفنج، قال لك اسناني غيبقاو تما، والله حتى غيبقاو تما اسناني بالله. سمعت هاي من التقرميشه عرفت بلي اسناني غيبقاو تما. وكنت تقول لي طيب بغيت نعد نعد على البلاصه الطريق، قلت له يا خويا كيفاش الطريق باش نوصل للمحطه؟ اش قال لي؟ قال لي انت داير تاع هادي واش دير لهنا تاو ندير له وكاع تنوقف على وجهك عطيتها له. قال لي كليت ثاني غادي نطلع المحطه وناكل، قال لي لا اروح معاك. ثاني القهوه وجاب لي كليت وشربت ومشى دار وجاب لي الدخان وقال لي مرحبا بك راك عند خوت. اللي حاب يزعف يزعف، واللي حاب ينحي الابوني ينحيها ويروح، اللي حاب يعني انا جزائري ونحب المغاربه والمغاربه خاوتي، ونحبهم والرياح نحبهم والرياح نبغيهم ونموت عليهم. كيف تقولي سيب نعت كيعترفوا كيعترفوا الاعترافات، حنا كنجيبوا الاعترافات من المعترف بحد ذاته. انا مجرد كندير رده فعل على الفعل بحد ذاته، يعني ما عنديش واحد، مش انا اللي قلت لهم قولوا نعت لي على البلاصه. انا صراحه اقولها بكل صراحه، يعني انا كنت محتاج هذا الدعم المادي، يعني في الاخير يعني هي شهاده، يعني هذه في الاخير هي شهاده. شهاده ما دبروش عليه، ما قال لك ما عطاوش ايفون 14 وما دبروش عليه وما ما دوروش معاه. هو هذا مصطفى بونيف، هذه اللي قلت لكم في مقدمه كلامي. احنا الدوله ماهيش تحط في دراهم في هذا الموضوع، ماهيش تستثمر في هذا الموضوع. سي شوف بغا زعما الدولة تستثمر تبقى تخلص هادو اللي كيهضروا بحال هكا. صوفيا باللمان هذا مع من تتكلم ومع من تتحدث والى من تتحدث؟ يرحم ولدك والله العظيم هذا مع الجزائريين. حتى المروك فيها خوتي طوابير، والله العظيم اخوتي حتى المروك راهو فيها طوابير، ولكن انا رحت المروك اخوتي، والله العظيم اخوتي ان المروك يعني لا تجد طوابير نتاع الزيت ولا نتاع السكر ولا نتاع السميد ولا نتاع الغاز، والله العظيم اخوتي تخيل الطوابير اللي في المروك يعني عن ماذا. والله يا اخوان ان الطوابير اللي شفتها في المروك
فقط على قيشي اوتوماتيك على جري جبدو دراهم خاوتي. هذا هو الطوابير اللي شفت في المروك خاوتي. انا رحت المروك وشفت بعيني خاوتي ان الطوابير اللي موجود في المغرب فقط على القيشي اوتوماتيك على جال الغاشي جبدو دراهم خاوتي. هذا اللي انا شفته في المروك. اما جامي شفت الطوابير نتاع السميد ولا تاع الزيت ولا تاع السكر ولا 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 والله العظيم يا اخواتي يعني بدون نفاق. ارجو كل من شاف هذا الفيديو يخلي متابعه، لازم يدخل يخلي متابعه ارجو. دير له هذيك المتابعه ما كاينش الهضره اخويا اسمح لي. بلاكس كاين اللي كيشي اوتوماتيك بزاف و قليل فاش كتكون هذه القضيه هذه. مثلا نقولوا في راس الشهر مثلا ميكادميك انسان مي كيتخلصوا الموظفين كيتخلصوا كذا كيكون كلشي عنده واحد الاقبال على اللي كيشي اوتوماتيك باش يجبدوا فلوسهم باش كل واحد يقضي الاغراض ديالو اللي عنده. انا فاش كتكون ما كاينوش شي طوابير قليله كيكون ثلاثه الناس قدامك ولا جوج الناس قدامك ولا واحد في الكيشي انت كتساينو هذه عاديه. ما عندناش طوابير اخويا لا سمح لنا سمح لنا ما عندناش هادشي هنا. موت على المغاربه ساكنين اللي في الدم بعشقه الموت عليهم ساكنين هنا قطعين لي قلبي حاطين لي والله الا عزيزه عليا هاد السيده سميتها لا عليها والله الا شكل اقسم بالله الله يخلي لها وليداتها الله يخلي لها شكل السيده الله يعمرها هذا مقبوله مقبوله الله يعمرها هذا انا يسلي مقبول مقبوله صاحبي مقبوله هاد السيده هذه والله الا كتفرجي في الفيديو تحياتي لك وراك عزيزه على المغاربه وتا حنا نحبوك ديما كتعطيهم القاصح صراحه ديما تقول لهم مغاربه خاوتنا انا عشرتهم هنايا في اوروبا وعارفهم شنو كيسواو الله يعمرها دار الكرم والضيافه وكل شيء وكل شيء وكل شيء وكل شيء تحياتي ليها. المستوى هذاك تاع السبان بدينا حنا الجزائري بدينا نسبوا نظام وشعب او نظام وشعب حنا وكان الاعلام تاعنا الرسمي هو اللي يسب فهمتني او كان مستوى ثاني المغاربه ردت فعله المغاربه راهو ردت فعل او نهضروا الصراحه حقيقه المغربي كان ساكت على المستوى هذاك ساكت 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 لحقت له الاخرى من هنا بزاف او بشر قال لك اخويا رواح احنا شويه تحسبوا فينا خفناكم لانه احنا في طبعنا الجزائريين شت اللي يحترمنا نقولوا خافنا واللي بعبصره نقولوا يحبنا احنا عندنا واحد العقليه نتاع اللي او في التمام ما كي تروح تركيا باعتنا نحبوها بعثنا لفرنسا نحبوها شكل هاد كوكو هذا والله الا هو في شكل واعر كيهضر على الحق كيقول لي كاين بنات تلاقيت مع اكبر متكبر تلاقيتو في حياتي كوم باغ هازار دابا في المول هو فوتبولور مغربي اختنا مشات تلاقات زياش قلت له هاي بداش في هذا في هذاك واش بغاتي عندي شفاتي عندي هاد اللعيبات ناتسيا قالت له اتس نوت نايس ويعطيها لها عطاها اللاصق ساعه كمل الفيديو تسمعك واخر تحياتي لزياش من الاخر خونا ولد الشعب وحبيبنا هذاك كيشرف المغرب تحياتي ليه كمل الفيديو تسمع ومعك معايا صحاباتي ماشي مغربيات ويلي تي اكوتي دونك قلت ليها يلا قلت ليها هاي كيخنزر مي فريمون سيد يلي با نورمال عند واحد المغربي كمل C'est incroyable. D'abord, d'aller à l'hôtel. Je suis sortie de la bête, les rats sont nice. C'est incroyable. Je connais un footballeur d'hier. Tellement je l'aimais, tellement je le déteste maintenant. C'est incroyable. Vraiment, les quatre. اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع ما غير ابوا هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيبقى شي غير داك الولد المغربي مسكين اللي جونتي قال لي اختي فاتره اسمع اسمع اختي نقول لك واحد الحاجه والله الا زياش الله يعمرها دار زياش كيبغي ميمتو ياك كيعرف مو والماتش هادشي اللي كيعرفو كره هادشي اللي كيعرف زياش ومعروف عليه عمر هذا وبين الانسان اللي كيكون في وجهه كيبان راه كتقرا بنادم بشكل متواضع الله عمر هذا اصلا نورمال فوتبولر واعر واصل لواحد العالم يمكنش يبقى ينزل الارض ويمشي يبدا يهضر حيت راه ما بنادم راه مخلط ما تعرفش شنو 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 بنادم في عقله ماشي تكبر هذاك عادي تقدر انت تكون الطريقه باش هضرتي معاه ما عجباتوش فهمتيني ما الطريقه باش هضرتي معاه ما عجباتوش ما بغاش يجاوبك هو حر كنتي مين قلتي له هاي ما يجاوبكش صافي صافي عادي من حقه
من حقه يجاوبك من حقه ما يجاوبكش صافي سيري. لاش it's not nice واش تبغيتي تربي واش هو دري صغير سي نورمال غادي تقول له it's not nice غادي يحس بك قصقصتي له الكرامة ديالو راه غادي سوا يرد عليك صافي بكل صراحة. هو دابا صراحة فاش قلت له it's not nice وقال لك يو المهم بلا ما نقول داك الكلمة هذيك فا يو فاش قالها لك راه دور وجهه مشى راه يعني ما ساينكش فاش عاد تجاوبي تقول له فا يو تو. المهم حيد هاد الكلمة زاد عليها ودي سي يو تساب فهمتيني الاخوان. دونك الاخوان زياش راه ما غلطش ربما هو عارف واخد عليك واحد النظره وكيقول ان هاد السيده فيها العياقه كتعيق كدوي فرونسي بزاف. هادي شوف نقول لك حنا بالطبع ديالنا وسيرتو الجينيراسيون ديال من التسعينات ورجع التسعينات الثمانينات ما كتعجبناش الدريه الصراحه نقول لك من راسي الدريه اللي كتقدوي فرونسي بزاف وداك البريستيج والميك اب بزاف وكذا ما كتخش لينا راسنا صراحه. انا عندي نفس العقليه زياش صراحه فهمتي هذاك الشيء باش فهمت زياش كيفاش فكر. وتحياتي لجي زياش لعاب واعر مشرف المغرب. واش دابا هاد لي فوتبولور ما فخبارهم واش كانوا اباطره قبل منهم وكانوا ملايريه وفي ليله ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال في اخر ايام حياتهم ولا قيل ما ياكلوا. هذوك لي فوتبولور اللي كانوا عندهم املاك وكدا وبين نهار وليله ما بقى عندهم والو اسمح لي الله يعطيك الستر هادوك كانوا مبليين عندهم واحد البليه كيديروا شي حاجه وعطى الله البليات اللي كيصفوا لي بنادم فلوس واخا يكون عنده الملاير فهمتي كيكونوا تبلاو بشي حاجه اللي انا متاثرت عليهم منهم بزاف ماشي غير ممثلين بزاف ديال المشاهير اللي طلعوا المظلمه هذا. اما تكبر ولا ما تكبر هذاك الشيء كيبقى على حساب النظره ديالك انت كيفاش حسبتي داك لوجيست فهمتي كيفاش حسبتي داك لوجيست من داك بنادم. قدر انا يا ما عنديش مورال مثلا انا مشهور ولا باس عليا واصل لواحد المنصب ان شاء الله واحد الانسان جاي باغي يضحك معك واش معك انت عندك مشكل عندك اكتئاب مديرونجي عندك ماتشات عندك شي حاجه ما جاوبتيش انت اصلا ما نويتيش انك تخنزر فيه انت عادي ما هضرتيش ولكن بانت بحال خنزرتي. كل واحد عنده واحد الظروف ديالو ميمكنش تحكمي على واحد الانسان تقول له نوت نايس كذا هادي وتبقاي تعاطي معاه. ما هنا كنشوف على ان الامور ما غاتمشيش كما ينبغي. المهم تالمون جيتي شوكي جولي بارتاج اي سورتو اون انسولت اللي قلت ليه حشومه هادشي اللي درتي قال لي تلاقيتو باغ هازار عاود قال لي فاك يو ياك بحال كتقول لي فامز اللي في عائلتك انت. مهم اتمنى انه احنا مش كل ولاد بلدنا كده على فكره احنا كل المشاهير عندنا والله متواضعين بجد. حشمني مع صاحبتي شنو كنت باغي نقول نسيت. قلت لك ان محمد صلاح عمره ما يعمل كده صح؟ لا والله احنا عندنا عندي كثير اصحابي محترمين. انا قابلتهم قابلت الفريق اصلا ويجننوا وسلمت عليهم. لا هذا شكله وبعدين بيسبني عادي عادي راه كتوقع راه ما خصكش ديفلوبي الامور ما كانش عليك دير هاد ستوريات صراحه. انا دار اي ديالي ربما زياش كنشوف على انه كان عنده شي ظرفيه الا كانت بصح هادشي اللي قالت السيده وكان هو ما ردش عليه السلام ولا ما رد حيت ما قلتيش السلام عليكم قلتي له هاي. ربما هو ديك هاي ما عجباتوش هاي كتقال لواحد الانسان اللي تقدر تكون ديجا كتعرفو مثلا ديجا الصديق ديالو. كاش تلقى واحد السيد مشهور واصل لواحد العالميه تقول له هاي ما جاتش راه ما يردش عليك. حكيم زياش ينفجر بعد عودته من تربص المنتخب المغربي. حكيم زياش هذا اللي قلت هذا والله العلي العظيم الا ما شاء الله عليه من يمشي للمنتخب المغربي يقول لي موتيفي واحد وبواحد الاخر. وشوف والله هذا المدرب هذاك ديال تشيلسي اللي كون داروا فيه الثقه هذه شحال كون راه نجم النجوم. سيد فرجليه سيد عقون سجل الهدف الاول اون انا قلت لك مسكين يخلوه تالف الهدف الزاوج عاد بخطا اون كمل عليها ويعطي اسيست نجم المقابلة احسن رجل يعني هو اللي غادي يدير نجم المقابلة وداها يعني ما كانش اللي غادي يقول حاجة. ولكن الحاجة اللي تفرح يعني في هذا الولد هذا ما شاء الله عليه يعني عنده كاركتير كاع بوحدو من يمشي ليكيب ناسيونال ديال المغرب السيد ما شاء الله عليه يمشي عند هذوك تشيلسي مؤمنين درك في غلطة صراي غادي يتهلاو فيه درك غلطة صراي صافي غادي يولي رسمي السيد يطرطق الدنيا
وراه كان في من كان في الاخر في اجاكس امستردام كان علامه كون قعد في اجاكس امستردام كره كره هذه شحال دا احسن لاعب في افريقيا والله العظيم العظيم تبعكم جيزدي نهار مشى لتشيلسي تشيلسي هذوك ما على باليش ما يعرفوش يتعاملوا مع العقليات ديال العرب يعني هذه عامه سيرتو هو معه عنده العقليه يعني ديال الريافه وانتم تعرفوا يعني عقليته كيفاش دايره ما شاء الله عليه وتربى في واحد المجتمع انتم فاهمين كاع لي استوار ديالو المخير فيكم فاهم لي استوار ديالو هذا خا كاركتير بوحدو كاركتير بوحدو ما شاء الله عليه مقابلة أداها روعة مرابطة هو كلاعب أساسي ولكن المرابط ما صابش روعة في مانشستر عشان مانشستر ميت ها ماغواير أخوتي واش نتا الفريق اللي فيه ماغواير غادي يسيب راسه ولا فيه أونانا هذاك حارس أونانا والله نهار اللي مانشستر يونايتد لو كانت دات بونو كرة في القمة مشات تجري مور أونانا دا أحسن حارس في أفريقيا مشات تجري موراه أونانا الله يرحم لكم الوالدين كيفاش داير هذا حق غارديان ناقص بزاف ماغواير ميت الدفاع ديال مانشستر ميت كبار صافي كبرت على مانشستر ومانشستر اصلا كبيره عليهم مانشستر يونايتد راه كانت فريق قمه راه كانوا فيها سكورز ولا اللي عقل على الاخوان سكورز ويعقل على الروينه راه يعرف مانشستر يونايتد شكون كانت من كانت كريستيانو رونالدو من كان في الاوج عاطاته معاهم لكن مانشستر مع هذا لا حول ولا قوه الا بالله والله ويديو غوارديولا درك يكمل بهم الشطر هذا الثاني ديال البطوله ما يقدرش ما عندهمش ولكن في عوض بحال هكا انت تشوف يعني زياش كيفاش يدير يتعامل وكيفاش الخطا يعني حطها براق يعني لصقها بصح هذه زياش نتمنى حاجه واحده هذه عند المغاربه درك غادي يخدم على كاس افريقيا تخدم عليه اخوان تلاقوا سنخر ديال الفيديو تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله Peace, I love, tallow.